بدأنا اليوم المشاركة في تحدي المهمة 1000 من مستقبل داكار. لا مثيل لهذه السيارة في مخيم المبيت، ذلك أمر مؤكد. أنا كون شلوتر، الشريك المؤسس لـ E-Lions H2. نحن شركة تعمل في حلول الانبعاثات المعدومة للمدن وشركات البناء. بدأ المشروع في 2015 حين كنا بين كثبان داكار في البيرو. ناقشت حينها مع شريك المؤسس ليون جونسون إمكانية تحويل أماروك إلى مركبة معدومة الانبعاثات للمشاركة خصيصا في داكار، وبالتالي الإثبات للعالم أن هذا ممكن حتى في أقصى راليات الكوكب. حاولت بناء المعدات، الأمر أشبه بأيكيا، من المفترض أن تكون قطع بناء صغيرة مع بعض التوصيلات لتناسب كل سيارة كذلك، وتحولها من الديزل إلى مركبة معدومة الانبعاثات. كان علينا تطوير الكثير بأنفسنا، أخرجنا المحرك وتركنا علبة التروس، بالتالي بوسعنا استعمال محرك أصغر مع الإبقاء على العزم والقوة التي نحتاجها. لكن بسبب حدود الوزن لفئة المركبات الخفيفة التجارية بثلاثة أطنان ونصف، من الصعب إيجاد التوازن الصحيح ما بين المسافة والحمولة بعد التعديل. نريد مسافة من 500 إلى 600 كيلومتر على الأقل للخزان الواحد. أفضلية الهيدروجين الكبيرة في إمكانية ملء الخزان بخمس أو عشر دقائق فقط. هذا الصندوق الكبير في الخلف هو نظام خلية الوقود. إنه أداة للتفاعل الكيميائي بين الهيدروجين والأكسجين، ما ينتج الماء، لكن هذه العملية تنتج كذلك طاقة تشحن المدخرة. إنه مزيج صنعناه من خلية الوقود يتضمن مدخرة الطاقة، المحرك وعلبة التروس. بالنظر إلى هذه المكونات، فإننا الوحيدون بمثل هذا التصميم. يتمثل التحدي الأكبر في قدرتنا على إبقاء خلية الوقود تعمل، لأنها تقنية حديثة للغاية. فما الذي سيحصل حين نقود بين الكثبان وعلى الصخور؟ لا أحد يعلم أي وضع سنجد أنفسنا فيه. إنه عمل كبير أنجزناه بفريق صغير. نعم، نحن متحمسون لكل ميل وكل كيلومتر بين هذه الكثبان.